التفاوت الشاسع بين الأجور العليا والأجور الدنيا في الوظيفة العمومية للنواب المحترمين الحسن عبد الخالق، أحمد خليل بوستة، أبا عبد العزيز، مصطفى النوحي، إبراهيم حسناوي، محمد فهيم، حمدي ولد الرشيد، ومحمد أبو الفراج، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. سيد نائب محترم، لكم الكلمة. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، كيف تعتزم الحكومة معالجة التفاوت الشاسع في الأجور في الوظيفة العمومية وإقرار نظام منصف للأجور؟ شكرا سيد نائب محترم. سيد الوزير. شكرا سيدة الرئيسة، السيدات والسادة النواب. بشكر السيدات والسادة النواب على هذا السؤال، وأود في البداية أن أؤكد على أن إشكالية الأجور طبعا فيها اختلالات، تم فيها تراكمات لسنين، وأن طرح عدد من الإشكاليات التي تجعل الحكومة كأولوية لحلها رغم كل الإصلاحات السابقة. ولابد هنا كذلك أن أشير على أن في الحكومة السابقة كان تم تكوين مجموعة عمل لدى السيد الوزير الأول لدراسة هذه الإشكالية على مستوى الأجور، وتقدمت باقتراحات التي قدمناها للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، واللي بالطبع طلع فيها بتقرير قدم للسيد الوزير الأول، ومن بين التوصيات وضع نص قانوني الذي يؤطر منظومة الأجور بصفة عامة في الوظيفة العمومية، والوزارة الآن مع وزارة المالية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذا النص القانوني. ولكن كذلك في هذا السياق لابد أن أعطيكم بعض الأرقام. أن اليوم كتلة الأجور تمثل في الوظيفة العمومية 13% من الناتج الداخلي الخام، 53% من ميزانية الدولة. الزيادات في الأجور من 1990 إلى يومنا هذا مرت من 30 مليار درهم إلى 54 مليار درهم، بزيادة 84% في هذه الأجور. وبالطبع رغم هذا يبقى بالطبع الإشكالية مطروحة، ولعل الحكومة كذلك من خلال الحوار الاجتماعي أعطت الدليل للاهتمام خاصة بالأجور الدنيا، حيث أن في هذا الحوار والمجلس الوزاري الأخير صاحب الجلالة أيده الله صدق على الزيادات التي تضمنها الحوار الاجتماعي، والتي تمس خاصة الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 9، والتقنيين كذلك المرتبين في السلالم 7 8 9، هما اللي استفدوا بالطبع من هذه الزيادات. وهذا يعني أن الحكومة تعمل على تقليص هذا الفرق الموجود بين الرواتب العليا ورواتب الدنيا. ولكن يبقى، أنا متفق معكم، يبقى بالطبع لابد من وضع إصلاحات على المستوى العمودي والأفقي حتى يتم التساوي في التراتبية الوظيفة العمومية. شكرا السيدة السادة. شكرا سيد الوزير. سيد نائب في إطار التعقيب. سيد الوزير، الجواب ديالكم وإن كان عنده طابع شمولي لكن لا يتجاوز الواقع. الواقع هو أن عشرات الآلاف من الأعوان في الوظيفة العمومية لا زالوا محرومين من الحد الأدنى الأجور، زائد أن في جميع الدول وفي العديد من الدول الفرق ما بين الأجر الصغير والأجر الكبير هو من 1 إلى 10. في المغرب كاين من 1 إلى أكثر من 100. كترفعوا شعار ديال مصالحة الإدارة مع المواطن، نقول يجب مصالحة الموظف مع إدارته. غياب نظام منصف الأجور هو الذي يفسح المجال للسلوكات المنحرفة من الرشوة ومن غيرها. فلنجعل من إقرار نظام منصف الأجور إحدى البوابات لتخليق الحياة العامة ببلادنا، وشكرا. شكرا سيد نائب محترم. سيد الوزير، دار الجواب. شكرا سيد رئيس. سيد النائب، لابد أن أصحح رقم جئت به، أنه ليس الفرق من 1 إلى أكثر من 100، ولكن في قبل الزيادة الأخيرة الفرق لا يتعدى من 31. وأنا قلت لك وقريت أنه كان اختلالات اللي فيها تراكمات من سنين، وهذا بالطبع يتطلب مراجعة جذرية. هذا ماشي مسألة اللي يمكن لها تحل من يوم إلى الغد، ولكن لابد هنا الإشارة كيف قلت لك على أنه 13% من الناتج الداخلي الخام 54 مليار. يمكن لي نعطيك رقم حتى يكون المسائل واضحة، أن الدولة تؤدي اليوم 5 دراهم لكل مواطن في اليوم في رواتب، وتؤدي درهم فاصلة 50 لكل مواطن في اليوم للاستثمار. يعني أن رواتب اليوم تأخذ 3 مرات ما هي ميزانية سميتو. وهذا بالطبع كيجعل أنا لا أقول
أن رواتب اليوم هي عادلة، أقول أن هناك اختلالات نعمل بالطبع على تصحيحها على المستوى العمودي والأفقي. شكرا سيدة السادة. شكرا سيد الوزير.